رنو عم بتقدم الجيل الرابع من سيارتها كليو، هالسيارة اللي لقيت نجاح كبير بطرازاتها السابقة، واليوم مع الجيل الجديد صاروا كل محركاتها عم بيتوفروا بتيربو. وأيضا بده يسوق سيارة رونو كليو بطراز رياضي، الكليو ار اس صارت موجودة وأيضا مع تيربو، واليوم حلقتنا كلها حنتعرف فيها على أهم السيارات اللي بينافسوا رونو كليو ار اس، تابعونا. رونو كليو ار اس هي واحدة من أشهر السيارات الهوت هاتش بتاريخها، وهالسيارة لقت نجاحات أيضا بالراليات، ومع جيل الرابع تغيرت المفهوم كليا، لأنه بالسيارات اللي قبل كانوا بيجوا محركاتهم من 4 أسوانات سعة 2 لتر نورمال اسبيريتد، بولدوا بلشت من 140 حصان وصلت لل 180 حصان وصولا للكليو 3 مع 200 حصان. اليوم المفهوم اختلف، اليوم صارت كليو ار اس جديدة صارت متوفرة مع تيربو لأول مرة، وهالسيارة هي صغر موتورة بطل 2 لتر صار 1.6 تيربو، والشيء المميز فيه انه التورك مع التيربو عالي، كانت تولد الكليو قبل بتقريبا 215 نيوتن متر، اليوم عم تولد الكليو الجديدة 4 240 نيوتن متر. هالسيارة اللي اختلف فيها شغلة واحدة، انه اليوم الكليو بطلت فيها بابين، اليوم 4 أبواب الكليو، اليوم الكليو بطل فيها فيتاس، صارت ما بتجي الا اوتوماتيك دوبل كلتش. خلينا نتعرف على اكثر ديتايات بهالسيارة. شو بتختلف كليو ار اس عن الجيل السابق؟ بالجيل السابق كان سيارة بين بابين، وايضا سيارة كان بيوصل عليها محرك من 4 أسوانات سعة 2 لتر بولد 200 حصان. اليوم السيارة مثل ما ذكرنا انه صارت 1.6 لتر ايضا 4 سلند، بس صار فيها تيربو. تيربو مثل ما قلنا بيعطي التورك اكثر على ار بي ام واطي، يعني اليوم الجيل السابق كان يعطي البيك تورك تبعه 215 نيوتن متر على 5500 برمي، اليوم عم تعطي 240 نيوتن متر مع الار اس الجديده على 1700 برمي، يعني من باور من تحت صار عندك بتطلع، خاصة طرقات المعبدة صار في عندك باور وطلعت من كوالكو. وشي الأهم شغلة واحدة، إنه اليوم هي السيارة صارت توصل أوتوماتيك دوبل كلتش، وأيضا مع الـ LS button عندك 3 مود، هو الكومفورت سبورت وأدن الريس. مع الريس بتصير سيارة أجريسيف، بادل شيفت بصير الريسبونس أسرع، وأدن ثروتل الريسبونس أسرع، والستيرينج بيقسى وبينطفي تراكشن كنترول. السيارة متوفر منها كمان ايضا شاسي الكاب باكيت سيتس، استغنوا عنهم رونو اللي كانوا يوصلوا على الموديل اللي قبل، هن الريكارو الباكيت سيتس، اليوم صاروا ستاندرد سيتس هن، بس اكيد بيعطوك بعض الثقة بالسيارة اذا عم تسوقها بسيارة بطريقة رياضية. والشيء اللي مميز فيها للسيارة انه البراكتيكاليتي تاعيتها صارت، يعني بطلت سيارة صارت 4 أبواب، صارت عملانية اكثر، بطلت وصارت أنعم من السيارة اللي نعرفها من قبل. يعني الكليو الأس القديمة كانت تمشي فيها قاسية على الجوار على الطرقات المعبدة بتخبط السيارة، اليوم الكليو الأس الجديدة صارت بالكامل مريحة، وصار في مكان يسوقها من جنس الناعم، فريش جراجويتد، ناس كبار بالعمر مع كل الأجيال فيهم يسوقوا الكليو الأس. واللي تميز فيه كليو ار اس الجديد هو باب الخلفي، صار عملي اكثر لتطلع عليه للسياره خاصه من ورا، واكيد اذا عندك عائله كار سيت فيك تطلع، قبل الموديل السابق ما كان فيه موجوده. هالسياره صارت مريحه اكثر، بس بعدها عندها روح الار اس، هو اكيد راجع من عند رونو سبور، لانه رونو سبور عندهم خبره كثير كبيره بتصنيع هذا نوع السيارات. خلينا نجرب هالسياره سوا ونرجع نعطيكم ارائنا.
بعد ما جربنا كليو ار اس جديده فينا نقول انه السياره ابدا ما خصت من شخصيتها، السياره بعدها بيور هوت هاتش، سريعه بادل شيفت، سريعه كثير، هاندلنج فظيع. شغله واحده حنحكي عنها انه اول ما نزل كليو ار اس الجديده عالم كثير استغربت انه كليو اول مره حتكون اربع ابواب ودول كلاتش وهدول، بس فيني اقول لكم انه هذه هي السياره، هذا المستقبل، هذه هيك السيارات حتكونوا 1.6 توربو تورك اكثر بنفس الوقت عملينيه اكثر. يمكن رونو يخسروا اربع زبونات بس يربحوا 100 زياده. نحكي عن سيارة فرنسية بيجو 208 جي تي اي. هالسيارة مجهزة بمحرك من 1.6 لتر توربو بقوة 180 حصان، بتنطلق من الصفر للمية بحوالي 6.9 ثواني وبتوصل سرعتها القصوى لل 230 كيلومتر بالساعة. خلينا نشوفها سوا. بيجو الفرنسية هي واحدة من أشهر شركات السيارات المصنعة على سيارات صغيرة رياضية، تنتمي لفئة سيارات الهاتشباك بالتاريخ، حيث قدمت لنا العديد من السيارات الأيقونية تبقى أبرزها من دون أدنى شك بيجو 205 جي تي آي اللي اشتهرت بثمانينيات القرن الماضي. اليوم تسمية جي تي آي بتعود للظهور من جديد، هالمرة على صغيرة بيجو 208 اللي كانت مع الأجيال السابقة عرفت تسمية آر سي بالنسبة لكلمة 206 و 207. جي تي آي 208 بتتسم بتصميم رياضي واضح مع خطوط انسيابية طالت معظم أرجاء السيارة، أما من الداخل بنلاقي مقصورة ركاب رياضية بامتياز مع مقاعد أمامية رياضية حاضنة للسايق والراكب الأمامي، إلى جانب تجهيزها المقصورة بوسائل ترفيه إلكترونية عديدة. ميكانيكيا زودت بيجو سيارتها جي تي آي 208 بمحرك مؤلف من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر مع توربو قادر على توليد قوة 200 حصان عند 5800 دورة بالدقيقة مع عزم دوران بيوصل ل 275 نيوتن متر، متوفرة ما بين 1700 و 4500 دورة بالدقيقة، وبتنتقل قوة هالمحرك للعجلات الأمامية الدافعة عبر علبة تروس يدوية مؤلفة من نسب أمامية. اما بخصوص التأدية بتقدر جي تي اي البالغ وزنها 1160 كيلو الانطلاق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بخلال 6.8 ثواني وبلوغ سرعة قصوى قدرها 230 كيلومتر بالساعة. وايضا من اهم منافسات رونو كليو ار اس بتجي من المانيا هي الفولكسفاجن بولو جي تي اي. هالسياره مزوده بمحرك من اربع اسوانات سعه 1.6 لتر بيولد 200 حصان وايضا مع توربو، وايضا هالسياره بتنطلق من 0 ل 100 بحوالي 6.8 ثواني وبتوصل لسرعه قصوى ب 230 كيلومتر بالساعه. إلى جانب طراز جولف جي تي آي الشهير، بتنتج شركة فولكسفاجن نسخة جي تي آي أيضا من صغيرتها بولو اللي بتلاقي نجاح كبير بالأسواق الأوروبية، وتعد سيارة هاتشباك رياضية متكاملة خاصة لناحية حجمها المدمج ومحركها الصغير لكن القوي. وبخصوص هالمحرك بتتوفر بولو جي تي اي مع محرك مؤلف من اربع اسطوانات سعه 1.4 لتر مع توربو قادر على توليد قوه 180 حصان عند 6000 دوره بالدقيقه مع عزم دوران بيوصل ل 250 نيوتن متر، متوفر عند 2000 دوره بس، وبتنتقل قوه هالمحرك للعجلات الاماميه الدافعه اما من خلال علبه تروس يدويه مؤلفه من 6 نسب او اوتوماتيكيه من نوع دي اس جي مع قابض مزدوج مؤلفه من 7 نسب اماميه. بخصوص التأدية تقدر بولو جي تي اي البالغ وزنها 1194 كيلو الانطلاق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بخلال 6.9 ثواني وبلوغ سرعة قصوى قدرها 229 كيلومتر بالساعة.
من المانيا عنا سياره فورد فيستا اس تي. هالسياره مجهزه بمحرك من 1.6 لتر توربو، بتنطلق من الصفر لل100 بحوالي 7 ثواني، وبتوصل سرعتها القصوى لل230 كيلومتر بالساعه. بنشوفها سوا. فورد فيستا اس تي هي سيارة صغيرة رياضية بتم انتاجها من قبل الفرع الاوروبي للصانع الامريكي فورد، تتميز بتصميمها المدمج والرياضي، الامر اللي بيجعلها حاليا الى جانب تأديتها واحدة من ابرز السيارات بفئتها. توفر فورد فيستا اس تي مع محرك مؤلف من 4 اسطوانات سعه 1.6 لتر مع توربو قادر على توليد قوه 182 حصان عند 5700 دوره بالدقيقه، مع عزم دوران بيوصل ل 240 نيوتن متر، متوفره ما بين 1600 و 5000 دوره بالدقيقه، وبتنتقل قوه هالمحرك للعجلات الاماميه الدافعه عبر علبه تروس يدويه مؤلفه من 6 نسب اماميه. بخصوص التأدية، بتقدر فيستا اس تي البالغ وزنها 1163 كيلو الانطلاق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بخلال 6.9 ثواني وبلوغ سرعة قصوى قدرها 220 كيلومتر بالساعة. من أهم نافذات الكيو ار اس هي سيارة بريطانية ميني كوبر، خاصة مع طراز اس. هالسيارة مجهزة بمحرك من 4 اسطوانات سعة 2 لتر توربو بقوة 194 حصان، بتوصل سرعتها القصوى لل 230 كيلومتر بالساعة، ومن الصفر لل 100 بتنطلق بحوالي 6 ثواني. خلينا نشوفها سوا. نجاح كبير عرفته سيارة ميني من وقت تقديمها بالعام 2000، واليوم يقدم الجيل الثالث منها اللي بالإمكان اعتباره جديد بالكامل، بالرغم من الحفاظ على سمات التصميم المعهودة عند ميني واللي ساهمت من دون أدنى شك بنجاحها. أما من الداخل منلاقي مقصورة ميني التقليدية مع عدادات دائرية الشكل كما عرفناها مع الأجيال السابقة منها، لكن التغير الأبرز بيبقى بانتقال عداد السرعة ودوران المحرك من وضعيتها بالكونسول الوسطي لخلف المقود كما بالسيارات التقليدية.
ميكانيكيا زودت ميني كوبر الجديد مع خيارين من المحركات الجديد. المحرك الاول مؤلف من 3 اسطوانات سعه 1.5 لتر مع تيربو قادر على توليد قوه 134 حصان مع عزم دوران ممتاز بيبلغ 220 نيوتن متر. اما المحرك الثاني والمتوفر على طراز كوبر اس مؤلف من 4 اسطوانات سعه 2 لتر مع تيربو عوضا عن المحرك السابق سعه 1.6 لتر مع تيربو، وهو بيولد قوه 189 حصان مع عزم دوران بيبلغ 280 نيوتن متر. من التجهيزات الجديدة أيضا على الجيل الثالث من ميني كوبر نذكر منها نظام التحكم بنبض التعليق من خلال وضعيتين هن كومفورت وسبورت. كما هنالك ثلاث أنماط للقيادة هن ميد حيث هو النمط القياسي، سبورت للقيادة بشكل رياضي، وجرين للقيادة بطريقة صديقة للبيئة. خلصت حلقتنا لليوم، موعدنا بيتجدد أسبوع المقبل بنفس الوقت. باي باي.